مشاهدين الكرام، نحن الآن في المنطقة العسكرية 7 وتحديدا في ضيافة الفريق الهندسي الخاص بالمنطقة العسكرية 7 والذي يقوم بنزع الألغام أمام تقدم قوات الجيش الوطني هنا في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء. معنا هنا النقيب صالح عباد يطلعنا على أنواع الألغام التي تزرعها الميليشيات وأين تزرعها. مرحبا بك نقيب صالح، حياك. اشرح لنا ما هي الألغام التي تزرعها الميليشيات في عموم وكامل جبهة نهم؟ تعرف الألغام الفردية والألغام العربات والألغام القفاز اللي هو وزم 4 والبومز والعبوات الناصفة والعبوات الموجهة بالصناعة المحلية، يعني وما المحلي إلا محلي. والآن يعني نبدأ بالشرح معاهن كما تشوف، يعني في اللي على وضع الأرض الألغام الفردية البالستية والألغام الفردية القفازة يعني تعمل عبر الأوتار والخيوط، والألغام التلفزيونية يعني صناعة محلية منها ومنها روسية أو صيني، تعمل تزرع بالمزارع والمناطق الأهل بالسكان، والعبوة الناشفة يعني اللي يخصصوها للمباني ويعني صناعتها طبعا صناعة محلية. هذا الأشكال اللي أمامنا الآن هذا تكون يعني يحطوها على أركان المباني أو أركان المنشآت يتم تفجيرها بالصعق أنبر. هذه الألغام التلفزيونية يعني صناعة محلية تتكون من السيفور والسماد الأبيض اللي السماد اللي يستخدمه للزراعة وفي النفي مع بعض، يقوموا بخلطها ويجمعوها على شكل يعني عجين معكنكة ألغام العربات أو ألغام المدرعات والمجنزرات اللي هو 65 أو 62. هناك معك يعني العبوات الناس في الموهة، العبوات الموجهة الذي موهوها يعني الخدع، ما تسمى يعني المصايد المغفلين أو الأشراك الخداعية بجميع أشكالها وأنواعها. هناك العبوات الناس في كمان هي خاصة بالمباني، والألغام هذه ألغام صناعة محلية مع الدواسة مع حجرة البطاريات تتواجد لدينا الآن. هذا هي يعني وقد تم يعني نزع عدد كثير يعني بالآلاف بالكميات. إذن مشاهدين الكرام، كان معنا النقيب صالح، أطلعنا على أنواع الألغام التي تزرعها الميليشيات وهي تشكل تهديدا للمواطنين. الجيش الوطني يقوم بالتعامل مع الألغام كما ترون ويقوم بنزع الألغام من الطريق التي يعبر منها. الألغام لا تشكل خطرا إلا على المواطنين وأبناء المناطق، أبناء مناطق مديرية نهم الذين سيعانون منها لسنوات عدة. محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب شرق العاصمة صنعاء. ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار.